طب انا المفروض اطلع فاصل، بس انا بفكر كده بعد الفاصل، هو احنا هينفع نرتجل حاجه للمنتخب؟ يا سلام، ونغني له حاجه مخصوص النهارده، نعمل احلى النهارده. اول حاجه بنبارك لمنتخب مصر، النهارده الفرحه كلها للمنتخب. الف مبروك. خلاص احنا نطلع فاصل، انا هتعبكم معايا حبتين معلش، بس برضو الدم صعيدي يعني، فالدم يحن. فهنرجع بقى نغني فرحه للمنتخب ان شاء الله. فاصل ونكمل الكلام ان شاء الله.